بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على سفيان يعني ابن عيينة. باب كمان قادمية، عفوا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد الرقي. محمد بن أحمد الرقي سداسة أنيد سداسة أنا صوابة وحكى لأسكى الصحة. أخبرنا محمد بن أحمد الرقي أبو يوسف الصيدلاني عن عيسى وهو ابن يونس بن إسحاق السبيعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن عبادة أنه استفتى إنه سؤال ودي النبي صوبناها في نذر نذر كان على أمه يدي لولها نذر هو يدي سهراء أي النبي ويدي فتوفيت هو يدي بالله أفسدي قبل أن تقضيه أنت يسنقذين نذر في بحن كهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها كقدبه وكبحه سيدا سمرك النبي صلى الله عليه وسلم مرك وحين غريسا حديثكم مرنا أصوغ من طريق ابن عباس وان صوم الرأي وعبادة قسيسة كورمها يمرنا أصوغ ستو صوغ ورنية مكت ضرق دع عنك إيمانية حديثك صدح كن لحب قول سديتان يصدح بين مرينا صدح كن لحب قول سديتان يصدح أما سبحان الله باب قول لباتان يصدح قبل أن تقضيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. أخبرنا محمد بن صدقة الحمصي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن الزهري أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سعد بن وقاص عن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي أنه استفتى إنه سؤال وديه شجاء النبي صوبانه صلى الله عليه وسلم في نذر بسبب النذر نذر أوقي أما شرط أوقي كان على أمه يدي سراء لغولها فماتت هو يدي بعدما تقبل أن تقضيه أنت يسنقذ كهر فقال رسول الله رسولك لا يحولي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها كقذ وكبحه إذا انفضل صدقة عن الميت بين سوها إني وانكسه الجرين. أخبرنا عباس عباس ابن الوليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني أبي أبيه وليد ابن مزيد البيروتي ومن أثبت الناس في الأوزاعي والغترية قال إمامك وحور حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري أن عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله أخبره وحوشك عن ابن عباس أن قال استفتى سعد هذا وحوجد مركة ابن عباس عنتي وسعد كورنها وقوي وأسيقب حديثك كالدقائي إنه أصغوا وهوشاسي لسعد ابن عباس نوشاسي وكيرا محايا يليق قصاد القرن يحيها سنة كشان هذا هجر هذا وعنك صوى مرة ابن عباس لما كنا بقول لمن هي اسم وريقا قارين مركا حديث كونه من حديث ابن سعد ابن عبادة أيا صحة ويحي مركا من طريق ابن عباس كيما من مسند ابن عباس كبقى ومرسل صحابي استفتى سعد رسول الله رسول الله بالسؤال ويدي في نذر نذر أوي كان على أمه هو يدي لغولها شرد هو يدي لغولها فتوفيت هو يدي بالله أفسدي وحجابتي قبل أن تقضيه نذرك أنت سنقذين كهر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضه عنا كبحي وكقد. باب ذكر الاختلاف على سفيان يعني ابن عيينة أرضي ابن عيينة إن يسكم من رافين حديث كان سعد ابن عبادة ورنتي سأي إمامك أبابا يستي أقال الحارث المسكين الفقي قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان بن عيينة عن الزهري محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة استفتى النبي سعد بن عبادة سؤال ويديس صوبناها في نذر شرط كان على أمه هو يدي لغولها فتوفيت هو يدي بغيريوتي قبل أن تقضي أنت سنقذين كهر فقال النبي وحوري اقضي عنها كقد هذا وحينها إنا ننكل لحال المسكين وصفيان وحكورنها عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس حديث كان وحكادي حال المسكين عن صفيان مكم مرها وحكادي من مسند ابن عباس بوكادي حديث ابن عباس اللي هي بوكوري وحاخلاف الدون مركة الشيخ كاري. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد. هنا نوحكو وريي ابن عباس عن سعد وحديثك حكاد لغي محمد بن عبد الله بن يزيد من حديث سعد لا من حديث ابن عباس أنه قال سعد بن يدي ماتت أمه يدي بعد ما طيو عليها ندن إذا نر الولي هاي فسألت النبي النبي كان ويدي فأمرني وحفر أن أقضيه عنا ندرك ويدي أن كقض ونكبحيه انت اسو كحي طريقا دنبانا فوانا كسن او قيمة بضان محايل الحديث كو مشهور كوي هاي ابن عباس وكقات السحابي قصد واي قبصتي او سعد عنتا مركة وانا كسن النظاس مركة ولقا وانا كسن هاي. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله. إذن ليث بن سعد نهض وحب متابعين هيا حارث مسكين بمتابعين متابعة قاصرة لأن شيخ سيو صفيان يا الليث أيا اسكو وافق في الرواية إن حديثك لقدقوا من حديث ابن عباس لقدقوا مركا وحال اعتبارا كرائنا يتاي متابعة قاصرة للحارث المسكين في روايتي الأولى رواية ابن حارث عن ابن عيينة الأولى. استفتى سعد بسؤال ويد ابن عبادة الأنساري أنساري قال رسول الله بسؤال ويدية في نذر كان على أمه فتوفيه ويد وقريوتي قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنا كبح وكقد. أخبرنا هارون إسحاق الهمداني أبو القاسم الكوفي عن عبد بن سليمان الكلابي عن هشام ابن عروة هو ابن عروة عفوا عن بكر ابن وائل التيمي الكوفي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال جاء سعد بن عبادة. إذن هدنا بكر ابن وائل بمتابعين يا صفيان في روايته الأولى أي متابعين هي وحقد حديث من مسند بن عباس جاء سعد وعبادة يمد إلى النبي صبانها ويمد فقال وحوري إن أمي هو يدي ماتت ويقريوت وعليها النذر النذر أيضا ودشت ويهي ولم تقضي حقا نأيسا قد نبي الله ما كقود كرا قال اقضي عنها كبح وكقود. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة هشام كوشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة من دعامة السدوسي عن سعيد المسيب عن سعيد المسيب عن سعد بن عبادة مرسل وياه إرسال انقطاع بكل لأن سعيد المسيب لم يدرك ولم يسمع من سعد بن عبادة. سعد بن عبادة وحلو بدأ ينصرد كشان يتمناط بودنتي إهجرده وأنا سند كورنا شيء سعد سعيد المسيب عفوا سعيد المسيب سند كورنا شيء أيو صحابي وسعد أنا دنتي مركا اسمه سو قارين لكن مراسيله سعيد المسيب ولا حجيجته عند أكثر أهل العلم من المحدثين موصولات بان لغا سو قاد انقطاع امرك وحو يلي ما هي حديثكم مشهور وهي قال وحول قلت يعاني يا رسول رسولك الله يا ان امي ماتت افاتصدق عنها هويده وي غيريوته صدقه ما كبخين كرا قال نعم قلت فاي الصدقه افضل النبي الله صدقته با افضل بدن قال سقي الماء بيدك لا سيو لا ورابيو مركا فقهاء واسكو خلافون بيو وليود ميه خير بدن يهن افضل بدن يهن مس مركا باه لو قبو مركب ما دام حجاز يدل كله او منع لا جوه بيو كيريين محارده مركا جيرتي با لا اعتبارن هيا مس غبيغودو با صدق الله بخبيا او فدي بدن وداد waxay leeyahay xaalada ay ku xiran tahay meesha oo manaha ama biyaha yar in biya tarka ahayn in sadaqa jariya laga dhigo biyaha la sadaqaysta biyaha khair badan tayib meelaha oo manaha biya la loo dhamaanaya laakiin meelaha biyo ku badan yihiin waxyaabaha kala ka khair badan bay jiraan. حديثك ذلك سننك كل جنها الدواء أنفعها يا. أخبرنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي عن وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد المسيب عن سعد بن عبادة الأنصاري قال قلت يا رسول الله وحان رسولك إله يو أي الصدقة أفضل صدقة يبا أفضل بضان الله بحيو قال سقي الماء بي الله يسورا بي الله يسسيو عيل هذا وقفت بكسي خير بدن انقطاع هر النصوص شغل ان با كجرا لكن انقطاع اسئله نكون ماي ان شاء الله. اخبرني ابراهيم الحسن عن حجاج بن محمد قال سمعت شعبه يحدث عن قتاده شعبه بن حجاج وحديث كورن هي عن قتاده ومرك هشام متابعين هي قال وحوري قتادي سمعت الحسن البصري يحدث حسن البصري نحو متابعين هي سعيد المسيب
عن سعد معبادته أن أمه حزن باكسي الدرون هذا كسي فيك حساسه وما وسط التابعين ماشي سعيد لغتر من كبار التابعين عن سعد معبادة أن أمه يدي أيا ماتت قريوتي فقال وحولي يا رسول الله رسولك إلهي وإن أمي ماتت أفاتصدق عنها وإذا ويقريوتي وحمك بحنكرة قال نعم قال سبحان وحولي السحابي فأي الصدقة أفضل نبي الله صدقته أفضل بضان قال سقي الماء فتلك سقاية سعد بالمدينة حسن البثل مركب حوران جرب فتلك سقاية سعد مداسي وسعد وروي سي عيلك وقفئه إذا وقفئه بالمدينة كيا طيب أما بيه بحشي يوراوينت أمد ورابية مركب إن بيه فد بذيهم بوتل ما معي حيث كان ضنباسنا ومرسل انقطاع بكجر حسن البثل لم يسمع بل لم يدرك سعد وكذلك السعيد أصونا لم يسمع وإن أدرك أدراك لكن أنا وحباب في قبانين مرك الله وضع مرك الأسكوكي والسحجين يعني حديكي هرون وين صمر دا أسل كيسي باب النهي عن الولاية على مال يتيم ريب دا الله إسكر ريبي عن الولاية إنك عن طلقو دقو الله ما أمولو مسؤول لك النقضة على مال يتيم أغنك حوليس أغنك أدبا لغا ديري حوليس قرآن كم يلا بضم بكاها الله سورة النساء سورة البقرة إيه. طيب وصول علم دونا بورتا عن آخرين وبابك أخبرنا عباس بن محمد بن حكيم الأودي عفوا الدوري عباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري المكي عن سعيد ابن أبي أيوب الخزاعي عن عبيد الله ابن أبي جعفر المصري عن سالم ابن أبي سالم الجيشان المصري سفيان ابن هانبة أبيه ليلة أبو سالم كاس سوكم مقعيس سالم ويلكو عن أبيه أبيه أو صفيان بن هانئة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله يحيي رسولك الله لموسى ما قينا أسقى أبو ذر الرواية كلا عديس في مسلم يغير كيف قد تميده أسقى نبي الله ما ددك قاركوت حيل بذل إبتاء ومسؤولين بكادك تاي أنيق ألا تستعمل لي يا رسول الله رسولك الله أنيق شغى ما إيدي إبتد نبي حكولي يا أبا ذر أبا ذرو إني أراك وحنكو أركا ضعيفا إنا تاك درانتاي أما آد محو آي نقوش هاي حقا ما ملكو نين زاهد أو عابد أو عبادة بضان وهولها الدنيا دبعان اسكو في عنين بو أها واقي دمر وكي قاري بإنو يده هذو هانتدا بضان لما يلنكرو مال بضان زكي سيبه الله بحيي لما يلنكرو مبنانا جمع المال على وجه حلال ثم الزكاة عن محل وكنزبول طيب أسوه حرم الجري أو شايدة وكو أتكا وكي عثمان اسكو لعين وأقد دمركين طيب أنو مدينة وكبحو ملتو لأودكو يا أبا ذر إني أراك ضعيفا بانكو أركا في تدبير أمور الدنيا بألو الجيدة وإني أنا وانا أحب لك وحانكو جعلهاي وحانكو لتجعلهاي ما أحب لنفسي نفسي ذا وحان لتجعلهاي يعني إن نفسي ذا وحان لتجعلهاي أن كبت بادو دنوبتا يا معاسي ذا لباتوينكا يا وحدي بكينا يا آخرية الدنوب أنا تحسن كل شيء طيب ما حلنا ذا القوانين حين نبي حلوا قبطي مسلبون أها مسلمين تونا أميروها إمام بق إذا هذا يصير طيب تعال كم كتعلى وحكينا إذا إنا نكون نصيحية لا تأمرنا هو أمير نقون على اثنين لا بروح لا بق أحد أميرها ونقون إذا كبدا وحكة بضاي لا تأمرنا على اثنين ولا تولينها نت عن كل جن مسؤول كن نقون على مال يتيم أغون حوله إن هكا نقن مسؤول هكا نقن إذن محل شايدكم مركا ولا تولين على مال يتيم أغون كمال كيس إن لقبت بادو واتكرنا بتقشى أي أرق ويلبض انتهي وحبا قردو منكرا مركا خير وحكومية إلى شرق طوك هيوي سحرا قرد بارلس كغاترا والاس إلالية مركا انت تكعرك تكعرو إنا يبكو قبصة التبا مبويه من دولة إمارتنا نبي حكوي رواية مسلم إني أراك إن يا أبا إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها إمارت وأمان مسؤولية مالك قيامنا إنك أن حقي ذي كصب حين خزي يدل يقوم يشليت يكون نقن اللهم إنك كوك هذا حقي ذي كوك هذا أمانة مسؤولية حلك يواجه سارنا قتما مبين انت واخ كسوبخا با اسكا ادكان هي marka iska gaba fago yeesanku aafaynin
إذا النهي ولا تولين على مال يتيم النهي والد للتحريم إنك كبق هيا إن وهوشا كصبح ويا إنك لكن هوشا إنه كصبح كرقبة أصو وحوي ولا جو ناقصين يا هوي أنت لا إسكار دورك لا إسكار دورة فأما اليتيم فلا تقهر حتى إن لقول قولوا أما الله قصبة أما الله درقيو أما محمي العدادية الذي دعوك مركوش زوارد بدنتاي باب ما للوصية حديث كنا وحكود سن علوم هذا إن مسألة مرك إمارة هي مسؤولية الله مرة يحلل كأي سن كحنا إن كلي علمي أقون وحاجة إن أقول له علمي بدن ولكن ما ملك يحلل كأن كون أكثري رجل إداري أنا هاي نين هجان أن أصبني هجان ونادر وإن له روح هجان أصب بدو أخلاق ذي يا أدبيات كي يا دقن كي أمير نيو يا قيادة ولا جه لا ويرتاه لكن علمه يوحلا برتو حوي مركي بلا قوان كور لكن قيادة من دوالور دشوا ومن غريزة من دوال كسبدا بالتجارب والخبر يا لوك كسبدا إن إسكو كادر مدام بمركه وأنا أحسن هذا كمال كوجرة باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه مال الوصي ninki dar lo dar darmi wixii usugnaade u banaan min maal yatiim awan ku xoriis ooga banaan ida qaam calay markuu ka shaqeynayo masuul ka yahay hadii nin dhinto agoon uu ka tagay carur oo yiraahdo hebel baan u dar darmi carurta inuu hantidooda gacanta ku qabto maamulo inta iyagu isku filaan haya ninka wasiga ee hantida looga tagay ee agoonta masuulka looga dhigay maxaa u banaan oo ka isticmaali kara xoweyaha agoonta أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيم عن حسين ابن ذكوان المعلم عن عمرو شعيب عن نبيه عن جده أن رجلا أي أتى النبي قويمت فقال وحيدي إني فقير النبي الله صبول بانهي ليس لي شيء شيء إيماهني هنتم ليه ولي يتيم أقول نقعن بانقعن تنكوهي محا النبي الله إيقا أدن محا إيقا بنان قال نبحل كل كعن من مال يتيمك أغوان كذا هنتديسة وحكعنا استعمال غير مصرف أدون باتلين أما أن كحد قد بين أنصر سيرين ولا مبادر حقا أن كدك دقين أغوان كوقان قارو إن أغوان كوقان وبدارا أن يكبروا وبدارا أن يكبروا وكروي ولا مبادر سيدا صائر دقان بعض النسخنا وحيقوره يعني ذال لقدقو بعض النسخ ولا مبادر وإسرافك بين غنيس نفسه من التبذير من التبذير إن لا صيده إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا متأثر حقنا أنك هنت دجانين هنت أنك جوزين مال أنك دجانين أفك هذا ينولش هذا حقوقهم لكن هو حقوق الرسطه ما حول كتب عطه لا ما أقوله إن إسراف صميتنا لا ما أقوله إن أجر هذا أنتم سكوقان قارين بل كفر قبسان لا ما أقوله وحبا أنكم طيب أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا محمد بن سلطة الأسدي قال حدثنا أبو كدينة واسمه يحيى بن المهلب يحيى بن المهلب عن عطاء وهو ابن السائب أبو كدينة لما شيء إنه عطاء بن السائب الثقفي المختلط وحكم عليه قبل اقتلاده ولا بعده ولا مشي لكن متابعة ضنبي صوصعوتة ابن عيينة ضنبي صوصعوتة أي حجينية طريق كلو إسرائيل بن يونس عن عطاء بن سائب بن حاكم أكتيس كيما دا وأنا سند صحيحة لأن إسرائيل سمع منه قبل اختلاطه وابن سائب عن سعيد ابن جبير الأسد عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحر ابن عباس لما نزلت هذه الآية آيات المركي سودكت ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أقوانك مالك سهود واننا إلا رنك واناكتنا دوغة واتام بموي إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن ina aqoon ka malkiis ugu dhawaasagna u danaayso oo islaaxayso oo hagaajisay mooyeen si kale ugu ma dhawaan kartan aayad culus weey idan aayadas nahay caam ay keentay allahumma in li maslahat al yatim lo shaqayn hayo mooyeen wa qala ta'ala rabbuhu innal ladina ya'kuluna amwal yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira aayadana wa aayad culus قال وحول ابن عباس مرك آياتها سود دقين اجتنب الناس والصحابة با كردير هذا مال اليتيم أقوان كمالكيس يو طعام وراشين كلو كريب مالكي نولا إن دبلا سارين أما أن لقبول حين ويكعرلين وحيكولو يكفو قادين هانتيد راشين كبسلان وكعرلين فشق ذلك أرن كاسا دبين على المسلمين المسلمين أقوان هدي قعانتا كوهيسو
calaf kiisi iyo yah wixiis iska ilaalin kara aanu ku dhumaan oo koobiyo asugu leeyahay ku dhumaan raashin ba ku dhumaan fashakaw dalika mashaqadaas ay u sheegeen ila nabiga u daacwadeen fa anzal allah azza wa jalla rabbu husudaji wa yasalunaka an yatama qul islahu lahum khair agooma ay ku weydinaan iyo maalkoodii hantidooda macaamaladooda waxa jira nabi allah in ayaga wax loo hagaajiyo idin khair badan wa antu khalitun fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله ولعنتكم اذن اغونت هاو هانتيدودا هالا ديهو او غانتها لو قبت لكن وا ان لا اصلاحيو لو اناجيو الهي وانا غرانيا ميدكا مفسدكا هانتيدا كو عياريا اغونت ايو ميدكا خيركا دالين هيا خير اهان او هينيا الى قولي الهي دو دونا غويدن كو ادكين لها وحرج يما شقو فودا ايدين غلين لها لكن الهي وا ايدين فودايو مخالطه مالك يتيمكا ليدين فودايي او وا ليدين بنايي ان على وجه الاصلاح لوغا شقيو حقنا الآن لو واحد كتبين سورة النساء ده وهي قدرتي هاي وهي قدرتي أيضا فمن كان فقيرا غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب بيجي أسوق فقير أنا هكا سوى ناقصان أو معروف وإحس وأنا وحوق استعماله نيك غني أنا هبا كف قاعدو أخبرنا عمن علي الفلاس قال حدثنا عمران بن عيينة الهلالي صفيان بن عيينة ولا الكيوي أصوى صدوق ولا الكيوي هذا الجبل وحافظ حجاء مويه وحنا متابعين هيا وذات كذا أن زمر أبو كدينة يحيى بن المهلب قال حدثنا عطاء بن السائب ابن السائب عن سعيد بن جبير الأسد عن عباس في قوله تعالى وحنا عباس كير إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما قال كان يكون في حجر الرجل وحاهان جرين روح مسلم كدبتيسة في حجر الرجل دبتيسة أما مسؤولية ديسة يحلكيس اليتيم أقوم بأهاني فيعزل لو حقون أسوع جري طعامه راشينك أقومك يو شراو عبتانكيسي يو آنية ويلشيس ولدوها إلا محالي لو مدى وانكره فشق ذلك على المسلمين مسلمين تباهوا شكوا أتكاتي ووايدبتي فأنزل الله وإن تخالطهم فإخوانكم أضاد لهذانا ولا لهم ويان لوحد قدبين فأحل اللهم رب حبنا يخلطتهم ليهددوا أبنا مثل ذلك آد بالله قد قال ما أضغوا أغنك حوليه سمحابنا المحاصر كبنا ما أخذ كأي خلافكم وحكوس ليسين يهي فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف استعفاف الغني هي أكل الفقير من مال اليتيم بالمعروف لبدا ما خطب أدرا أدوه غني نك غني أصوه سيد يسوب إنه سمح بك استعمال هانتداسي أقولك أما مركا هانتداها كشقي وقيم هي قائم عليها النقض أما يوصل نقنن وحبا إنه كاستعمال كلمة راجحة لا والله ما كان قال ومن كان غنيا فمن كان غنيا فليستعفف بالليل أكثر ورسول سواء مو هاي هكشق يتجر فيه أو لم يتجر فيه أما خرشه كجبح أما يوصل كجبحين أما إحسانها أقول يوصل أقول إنه مربح ذات غني تهاي واتكد يقدون طم حيل باهيد باهي وما قبتد وجرنا كقادن ميسد مر هذا ادو مسؤول كتو غعانته كو هيسو هلكاسي ودا دمر وانا سيده شافعي دو امراني وبدني ودا دنا وحيليين حتى غنيو هدو هانتي اغونكا كشقاينايو اجره المثل بكل هيلي هديش انين كلو مدح بنانو اجنبي الله كير او هانتي ومسؤول كنقض اما او الىلي اما او دورو وحو كقادن لها اجره المثل يا خرش يا مشقايات نينك غنيغي او هولن هاوشانا وا لا ميد بيليين واكاس ايغو فيريين لكن ظاهر النصب ديدا إطلاقيسة. طيب وحكيم وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنا جا شاف عدا محان قبنا نك فقير كأسوق معروف كاستعمالها يعني معروفكم حلوجي دا وإن وهذه يقول أجرة المثل كيسة ينفق هذا كل بكير أوقاته كل بكير أوقاته. سدا سيمركه. يي أيوة شافعيد مران معروفك وحوي إن أنت أطباهن طاينا وحي أتك استعماش هدو مركز وحشنا أدن رضو ذا دعورن هيبا أنت أطنوش فقير كطاية هنتيد أقونت ذا هزي وهذا استعمال حقا أفكاري إنه لش هذا هدي أداء الله وحكو سيانا وأدن دبي وهذا قري وحي أتك استعماش فايل باطمين وأدن دبيسا وذا دا سيدا يجي وهذا الحي مهي باهيدا والوء قلنا أكو عمت مكت فقير كطاية لكن بشرط وإن أذن كقان أجرة المثلية نفقدك وقبح لهايد
يهدي أحد كلا كشقين لها خرش كي مشاركوا قادان لها بالإيجاية أجرة المثل لقى ينفق هذا أي مصروف كذا كل بكير با معروف في كل بكير أي معروف نمنا سيدا سيد عمر شاف عيد الرأي قاسي أبدا حديثك عائشة التاجيري حديثك عائشة في صحيح البخاري بمعناها التاجيري باب اجتناب أكل ماء اليتيم وحبابي هاي مالك أغنك إن لقد دير هذا وحي كويمي نمنا بوحي قبان بآيات بنايني سيني منسوختها آيات بنايني سيني منسوختها بي قبان وحيلي وحلقنا سغي إن لني أكون الأموال يتامى حيث تندن بعض بيس آيات ظهوري بنايني وحجرتا أول كسورة النساء بجرتا تندن بعض بيس إذا الناسخان من بأمره لكن آيات محكمتها على تفسير السابق باللوب بدنيا المهم وامل لسد عارية هذا لسكك إلالي أخبرنا الربيع بن سليمان أبو محمد المصري قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله عن سليمان بن بلال التيمي عن ثور بن زيد الديلي ثور بن زيد الديلي بصحة أما ثور بن يزيد الحمسي ووذات قال لكن ننك هذا حديثك ورني أساق معها ثور ابن زيد الديلي ننك يقول لك أنت ثور بن يزيد هسك الصحو إنما هو ابن زيد عن أبي الغيث سالم ابن أبي مطيع المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا كالديرادة السبع الموبقات تضبط وحلاقته يددك الركت كالديرادة فقيل وحال النبي الله تضبط الدنبي روح الركت محيطه ما هي رسول الله قال أشرك بالله إلهي ولو شريك له إلهي أحدك للا عابده أما ربي حق لها وخاص أحدك لله سيئه مخلوقه والسحر سحر كان كدير فلك يا سحر كوح لو يقان بعض النسخ با وحي قريان والشح بخيلمه الزائد ك بخيلمه الديرات ك مركه لكن سيده صحه روايتك بدهين السحر وي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يا ان لدلون نفتي الهي منعي ان لدلو حق ان لو بدل بموين احد معصوم الدم ان ادشنا وكبير من الكبار الله اسك الهالي وأكل الربا ربض الله عمرنا إلهي سبحانه وتعالى وكديري مدك لو موبق الروح بها لاكتا ودنب بكر النار بين أورسيدا وأكل مال اليتيم هذا بيت القسيد يا مالك أغونك الله عمره والمولي روح جيتدا عرر يوم الزحف مالك محو هاي دقالك مالك اللي سكو حمارن هاي اللي سكو قرقورن هاي مالك أنك عرنا سونا وحوي كبير من الكبار بقول دعي حسن البصري وحورن جري آيات دازيو آيات سورة الأنفال حديث كان يكل وحي خاص كويهين يوم بدر بي خاص كويهين ومن يوليهم يومئذ دورة هل قاسوا أسوا كل دقائي لكن جمهورته حاليا وعام نسكو آيات دا أنفال حديثك هو عام لكن مركا وحي قيمين هيان الآن خفض الله ومركا دا إيمان إيسا مركا تخفيف كبار شقيني طيب هذي مركز ضعفين كبدينهن واتك عارري كرتا هذي الضعفين حتى إيسان كبدنين لدى إيهوبك يكود دقالما هيا كبدانتا يما كدرانتا إتادانا واتك إنسي حاي مركز وانقاد قادي وغلده بوريسان حرب الحسابات يهولين بادقلي إنتان مفود السوق إيسان ما نلقو حاقول غبابي إلان كالغوسيب علمات وبدن كود مقابان مركز حالي اعتبارين عدد كودا يترادو دا وحاقول اعتبارين تيادا هوب كودا marka hadaan mukaafay isku dhigan jirina umada meesha ku baabeen meesid laakiin waad xeeladaysan taa macnaheedu ma aha jihadkii halgankeen la taatiiri wax qaba majro illa haulaa mulhidi wa qadfu almuhsanati alghafilati almu'minat wa haakibi kabaair ka kamida dadka halaaga qadfu almuhsanat gabdhaha dhowrsoon oo la qadfo la jaay fi zina lagu sheego alghafilati halmaansan buxumaanta ama wax laga sheegayaba almu'minata law gaan samay aakhiru alwasiya كتاب الوصية آخر كيسي خلاصة كتاب الوصية ونصوم الرأي أركانة الوصية هي أفرط آهيد الموصي والموصى له والموصى به يا الوصية أفرطا ركن بين نصوم الرأي ركن قال كوبادنا وحن نكسو قبق بيني علماء اسكوا وافقين موسيقى إن لو شرطي ركن كوضا موسيقى دردار مها ديمان هاي دردار مهاي وحلو شرطي إنه يهي مالك صحيح الملك كل مالك صحيح الملك أي واحد دار مكر هذا هو شرط المتفق عليه بين أهل العلم كذب حسكوه خلافين أهل العلم في وصية السبي المميز وصفية السفيه والكافر هذه ويليرو السبي المميز أودر دار مهنتي ضد المسلمين أودر دار
وسيدا من لفلم سمايا وذا دا وحلم ولفلنا إلا أنه واسب ميز عاقل سفيها حولها كعيار مدى دركا أسوى سيسا ما إلا اعتبارنا كافر كو هدو مركو دمان يا دردار مو إلا دا وحانت دا سانكت دا بقول كن أما إنتا سو مليون كميدا مسلمين تهلا سيو ماشي دون أن حق شديد ما لا أقبلها المهم كل مالك صحيح الملك بوصيدك أصحيسا إنتا سوى متفق من الموصي لكن وصية السبي المميز وصبي ووصية السفيه والكافر ومختلف رغم لباد النصومر الموسى له روح الله دردار ماي يعني تدى الله سينا ينا أصنعوا حمكو إجماعين أنه لا وصية لوارث إذا لم تجزها الورثة وإن صومر أيضنا وحلوه كو إجماعين إنا يسان بنانين وارث كردح لها وحن تدى وحكو يلان إن وح لو دردار ما هدى يسان بنانين ورثة marka haday warasadu banaysana mahallu khilaaf inay ahayd bayn soomaar ray mahallu khilaaf inay ahayd bayn soomaar waxaan soo rajaxnay inaysan banaanayn alwasiyatu liwarithin sawaa'un ama habbanaysa warasadu kala ogalaato ama isan ogalan maxay yeelay ciladu inay tahay manci tacabudi ayaa dhaahira nimana waxay leeyihiin waxa loo diiday alwasiyatu liwarithin wa ku xadgudub xuquuqdi warasada kale hadii laakin warasada kale oo ogalaado ay fasaxaan oo dhahan walaalkaana waxna hanala dhaxlo ثلث كأباه دردار منه هلا سيئو أساقا نغتاك دراني ويحقو دي كتنا زلان ويبنان تاين وذا دهالكا كماري أدوغو محل خلافكم منعيقا لدي دي الوسيع اللي وارث ما منع اللي علة الورثة مسوى منع تعبد يكو ديغان تاين فالموسى له مركان مرين وحالسكو خلافي الوسيعة للميت والوسيعة للقاتل خطأ أو عمدا إلى آخره إنها دم بخلاف باكود لكن طهوريه أنه لا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة أيضا وإجماعي الموسى به شيء الله دردار ما هيو أصغن وحاون ما أخذ أنت كإجماع وحاوي الوصية للأعيان أعيان يذاتو إلا دردار مكرو رتقي هبلا وحنود سي هبل قاريقي قريقي دولكي يعني عين موقتة إن موسى به أنه أنكر الله دردار مكرو مران ملاها حال سو خلافي مركا الوصية في المنافع منافع ده إن الأداة المحاوة قريقاسي انتو جيرو منفعاتي سي الدقن كيسي وحا إسكاله مساكين تاون دا دارمي طيب ومنفعات دقنة وملكي أهين واسقاب كلان أهين وكريسة أهين مركا الوصية في المنافع وذا داد ديدن أما الوصية في الأعيان والأملاك والأشخاص أيضا مران مالها قدر كلا دردار ما هيو انتي دردار كلا قرسين كرا أصنا وحلوه إجماعي إن إيسان كبادان كرين وسيادة ثلث إيسان كبادان كرين لمن ترك ورثة وح كبادان صدح ميلود ميل هانتي دادي ما دردار مكرتد هادي هذا ورسكتك طي إلا دي مركان حديكي ساعد قصة مري إنك أن تدر ورثتك أغنياء أيا كفي عن خير من أن تدرهم وهم عالة يتكففون الناس marka ninka warasa ka tagay ma banaano thuluth wax kaba inuu dardaarmo waa mas'al ijmaaciye waxa mukhtalafa kaliya ninki aan warasa ka tagin in ubad ka tagin ya dad dhalay iyo waalid iyo waalid farac minna iyo walaal minna ba aan ka tagin ma banaanta inuu dardaarmo aktara min thuluth nan bayna am way banaanta laana warasa lagu cilay hawsha innaka anta dara ba la soo yidi haduu san warasa ka tagin waa badin kara nimana halkaas ayay maray gabagabada u dambaysa waxa weeye alwasiyatu wa min uquud aljaizah bil ijma wasiyadu wa uquud jaizada bil ijma bimaana waxa weeye waa uquud aad ka noqon karto hadii aan xoolo kugu dardaarmo oo hawsha aan dhameeyo kadibna aan ka kaco hawshi waan ka noqon karaa wasiyadi warwaa dhawid baan kugu dardaarmo hantidaas laakin waan ka noqon waxa aan ka ceshaday wa aqdi jaizo u kalaaban karo muusigi u kalaaban karo bil ijma أن الموسي أن يرجع فيما أوسى به إلى المدبر أظنك مدبر كما لقلنا أنكرين أنت وحي كهرين ومختلف لمن بقى يوحي الحاقية مسألة وصية باب الهبة الحاقية لمن وحي لها مئة حكم كدوان بيلا إنها أنك قول عزينه هذا بالله توفيق كتاب النحلي كتاب العطية والهدية ينوجه إن شاء الله.